قامت وزارة التجارة يوما وطنيا حول جهاز رقابة السوق خلال موسم الاستياف وشهر رمضان بحضور مدراء وإطارات تابعين للوزارة، حيث طمأن الوزير وزير التجارة بختي بالعايب بالمواطن الجزائري بوفرة كل المواد الغذائية. والتفاصيل في ميكروفون إيمان عياش. إن كل المواد الموسمية تكون متوفرة، سواء تعلق الامر بالخضر او الفواكه. كاين ماده اللحم مثلا، اتخذت كل الاجراءات من الكميه المتوفره خلال هذه الفتره، كميات تكفي بكثير الحاجيات خلال شهر رمضان. وزير التجارة بختي بالعيب أثناء الندوة التي عقدها بخصوص شهر رمضان كشف احتمال العودة إلى استيراد السيارات المستعملة المستعمل أقل من 3 سنوات. قضية استيراد السيارات دوكازيون بحجة أنها الكلفة تاعها ضعيفة، وبحجة أن هناك طلب متزايد على السيارات، هذه المسألة ستدرس على ضوء دراسة التداعيات والتأثيرات اللي راح تنجم على قرار تحديد استيراد السيارة.